اذا غادي ناخذ معنا فاطمه من القنيطره. لالا فاطمه صباح الخير. صباح النور، لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك، عليك الطلبه لالا فاطمه، كلشي تيطلب من المراه ديالك سيدات. قلت مرحبا. داكشي اللي قلت لهم داك النهار قالت لكم مرحبا بكم. اختي دنيا، نقول لك واحد كلمه طيبه. نعم، انا الهدف عندي من هاد نعطي الوصفات. نعم، بغيت نساعد الناس اللي كيبغيو حوايج زوينين وما عندهمش امكانيات باش يشريو. اييه، انا باغا نعلم الناس ونعطي الناس، يعني غير الناس يوسعوا خاطرهم يعني وياخذوا المقادير ويتبعوها بعدا. نعم، يعني شي هذا البرنامج راه هو اصلا في الاجر. الله يخطيك، يعني راه صدق يعطي الصلاه عندي، شحال تعلمنا احنا من هذه البرامج ديال الراديو. نعم، الله يخطيك، هذا واجب ونتمنى نكون عندكم ظنكم. نعم، انا دابا حنا ما عندنا ما نديرو. ايه، كاين في الخدمه. نعم، كاين اللي في الخدمه وكيتصل بينا، وهذا دليل على الوفاء ديالكم، تبارك الله عليكم. ما عندي ما يتسالكم. لا، اختي مفيد، ما نقولش لك اختي مفيد 2%. نعم، الله يخطيك لاله فاطمه. بالاطباء ديالو، بالدكاتره ديالو، يعني بكل شيء اختي. الله يخطيك. انا نعطيك واحد الحليوات زوينين يعني وفي المتناول. حليوات سهلين ياك. نعم، هذه حلوة بكوكو، الناس اللي كيعجبهم كوكو. نعم، حلوة هذه الكوكو. تدير 75 غرام ديال الزبدة في إناء. بلاتي 75 غرام ديال الزبدة. دير 90 غرام فروماج، أي فروماج، ماشي اللي كيتحك. 90 غرام ديال أي فروماج. نعم. مثلا واخا غير المثلث ولا المربع ولا نعم، على حسب. 175 غرام ديال سنيدة. 175 غرام ديال سنيدة. صفر بيضة. جوج معالق صغار ديال روح اللوز. جوج معالق صغار ديال روح اللوز. جوج معالق صغار ديال عصير الليمون، ليمون ماشي الحامض اللي كناكلو. جوج معالق صغار ياك. اييه. و 300 غرام ديال الطحين. عصير الليمون و 300 غرام طحين فورس. اييه، و جوج معالق كبار ديال اللوز غبره. طحين فورس و جوج معالق كبار طحين لوز غبره. ونبقاو نزيدو كوكو، الجهد اللي تجمع لينا، نبداو بنص كيلو يعني وحنا كنجمعو. ملي كتجمع السيدة اللي عندها السيليكون، تكمرها وتمرمدها مزيان في كوكو، كوكو يكون غليظ ماشي رقيق. نعم. وتضغط عليها في هذاك السيليكون اللي مدور ولا كريم تقوب. والسيدة اللي ما عندهاش تكورة وتمرمدها في كوكو تقبها بصبعها. نعم. وتدخلها للفران. ومي كتخرج ديك الثقبه كتعمرها بالشوكولاط، الشوكولاط يكون بالميكا ولا بالبوش باش يدير واحد القمقم الفوق وحداك. صافي، وكتقدم، راه كتجي حلوه رائعه وزوينه. نعم، نقدموها بالصحه والراحه، تبارك الله عليك.